إذن نتابع هذه المشاهد التي تأتينا مباشرة من قطاع غزه حيث تتوغل القوات الاسرائيليه في مختلف المناطق بدءا من الشمال وصولا الى الوسط وحتى الجنوب كان هناك استهداف للمنازل حيث وقع العديد من الضحايا نتيجه تدمير هذه المنازل كما يتم الحديث عن استخدام اسلحه نوعيه جديده في هذه المرحله الثالثه التي تقوم بها اسرائيل